عظيمة جدا بيقودها حاليا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيات الصغر برئاسة السيدة نيفين جامع. هذه المبادرة خاصة بمشروع أول مصنع متحرك لإنتاج ألواح السلك. المشروع ده احنا جبناه من حوالي حلقتين، نفذه مهندس شاب بيفرح اسمه مصطفى العشري. المشروع تبناه جهاز تنمية المشروعات وقال إن أي حد عايز يعمل نفس المشروع، يعني مصنع متحرك لألواح الثلج لإنتاج ألواح الثلج، أو مصنع ثابت يعني بنفس التكنولوجيا اللي صنع بيها الثلج، الشاب المهندس مصطفى العشري يتقدم فوراً لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيات الصغر. هيسدد 25% من تكلفة المشروع و75% من التكلفة هيتحملها الجهاز بالكامل، على أن تسدد هذه المبالغ على 5 سنوات وفايدة 5%، يعني هيبقى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيات الصغر بفايدة 5%، ودي مبادرة بتنفذ من خلال البنك المركزي. خلي بالكم المهندس مصطفى العشري اللي صمم مصنع التلج المتحرك ممكن يصممه بطاقات مختلفة تبدأ من 5 طن 10 طن 15 طن لغاية 20 طن، يعني ممكن يبقى أمل وطاقة عمل للكثير من الشباب. ناس كتير سألتنا ازاي ممكن ننفذ المشروع ده، او حتى ممكن نستخدم التكنولوجيا اللي استخدمها في انتاج الواح الثلج من هذا المصنع المتحرك. كل حاجه ممكن تتنفذ، وجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر هيدفع 75% من تكلفه المشروع ويقسطها على 5 سنين، يعني مبادره رئاسيه.